رجعنا مرة تانية زي ما قلت، احنا دايما بنستضيف نماذج مشرقة ومشرفة من الشباب المصري، والنهاردة معايا برضو احد الشباب هاوي السترينج ارت او فن الرسم بالخيوط والمسامير، لوحات فنية جميلة جدا الحقيقة. انا برحب بيك معانا النهاردة. عرفني بيك. انا باسم نبيل. بدأت في قصة السترينج ارت ديت من السنة اللي فاتت، وغاوي بقى فنون من فترة طويلة، بس قصة السترينج دي بقى بدأت فيها من تقريبا من شهر 3 اللي قبل اللي فات يعني. الحقيقة لوحات جميلة جدا اللي انا شايفاها، ربنا يخليها، معمولة بدقة ويعني حلوة قوي، هي فيها تفاصيل فن مختلف يعني. طب انت ليه بدأت في نوع الفن ده بالذات؟ هو الفن ده اصلا انا عرفته بالصدفه السنه اللي فاتت. أوكي. يعني زي ما قلت لك انا عارف يعني غاوي حته الفنون دي من فتره طويله، بس الحته دي انا كنت عرفتها السنه اللي فاتت بالصدفه. كنت قاعد كده عادي بعد الكورونا، كلنا طبعا الاشغال بتاعتنا وقفت وبقينا نشتغل في البيت. فحته السترينج ارت دي بقى انا اللي يعني ما كنتش اعرف يعني ايه سترينج ارت، يعني ما كنتش اعرف اصلا. لا انت اتعلمتها السنه اللي فاتت؟ بس السنه اللي فاتت كنت قاعد على النت كده ببص على الفيسبوك، لقيت لوحه حلوه معموله بالخيوط والمسامير، طب ما اجرب اعملها يعني اشوف. طب هل الموضوع سهل كده؟ ممكن اي حد يجرب يعرف يعملها؟ بصي، هو الموضوع يعني ما اقدرش اقول سهل وصعب، هو الفكره في حسب الاستعداد يعني. حد عنده استعداد ان هو يتعلم هيلاقي الموضوع بسيط، بس هي يعني الموضوع بياخد وقت ومجهود وعدد ساعات كتير في الشغل في التابلو، حسب التابلو اللي بيتعمل يعني. طب ده حلو، ده ايه ده التابلو ده؟ حلاوه مش معقول. هو ده عجبني جدا. محمد صلاح ده ايه ده؟ انت شايفه محمد صلاح؟ هو باين باين، بس هو عشان يعني انا بكون غامق شويه. ممكن محتاج ان هو يتشاف من الاسود. كلها سودا؟ معموله كلها، دي مقاس 50x50، بتتعمل بطريقه معينه كده. بتوصلي بقى انت كل خيط من مسمار لمسمار. طب ممكن تمسكه؟ معلش. اكيد امسكه ووري الكاميرا كده، وريني كده محمد صلاح، انا عايز اشوفها. شفته؟ واضح قوي. الله، تجنن. جنب الجنب كده، تحفه. طب وريها بقى الكاميرا وثبتها كده، ثبتها. دي تجنن. وازاي الدقه دي بملامحه بخيط؟ ما هو بقى السترينج ارت بقى ميزته ان انا ممكن اعمل بيه اي حاجه، حتى رسم الوشوش. يعني كل واحد بقى حسب الملامح بتاعته بتطلع يعني. كل حاجه برده ليها طريقه في الشغل يعني. طب ايه المراحل اللي بتعملها عشان تنفذ تابلو؟ اول حاجه لازم اظبط الديزاين بتاعي الاول على الكمبيوتر. أوكي. انا اصلا يعني انا شغال اي تي مانجر، وبرده بشتغل جرافيك ديزاينر فريلانسر. فانا بشتغل على برامج الجرافيكس دي على الكمبيوتر، فاي رسمه انا عايز اعملها سترينج ارت لازم اكون مظبطها الاول على الكمبيوتر. يعني انت بدك تترسم الاول؟ هي دي ليها طريقه معينه، تمام. بس انا يعني بتكلم عن اغلبيه الشغل بتاع السترينج ارت لازم انا اظبط الحاجه، ودي كمان بتتعمل على الكمبيوتر برضو. يعني انا بشوف الرسمه بتاعتي انا همشي من فين لفين، كل مسمار من دول ليه رقم بطريقه. أوكي. معينه، وبروح وباجي بقى رايح يعني اللوحه دي مثلا انا رحت وجيت في ما بين المسامير وما بينها وما بعضها 2700 مره. فدي تقريبا اخذت حوالي تقريبا 7 او 8 ساعات. كل حاجه من دي ليها طريقه. احنا معروض طبعا الفيديو بتاعك وانت بتشتغل، صح؟ ده بالظبط. ده دي لوحه مثلا جيومتريك اللي هي زي اللي قدام ديت، ودي بتعمل منها مقاسات كتير. حلوين حلاوه، انا عاجبني قوي. يعني دي ممكن اعملها مثلا من مقاسات من 35x35 لحد 1.20x1.20. وممكن تعمل اي بورتري، اي صوره وجه، اي وجه، اي حاجه. فطبعا كل حاجه ليها الطريقه بتاعتها. بشوف الديزاين على الكمبيوتر هيبقى عامل ازاي. يعني مثلا انا عايز لوحه 50x50، بظبط اللوحه بتاعتي، بشوفها هتطلع بالشكل الفلاني، الالوان بتاعتها بالشكل الفلانيه، لو رسومات زي كده مثلا هكبر حاجه هصغر حاجه، تمام زي الفل كده طالعه حلوه على الكمبيوتر. ببدا بقى ان انا ايه بالطرق بقى بتاعت يعني بتشوفها كلها قبل ما تبدا تشتغل فيها بالظبط، عشان مش بعد ما اجهز اللوح بتاعي
الاقي مثلا لا ما كانش ينفع او حاجه ناقصه مثلا او حاجه ناقصه الحاجه دي في ال... يعني ده هل في مناطق بتتقل الخيط اكتر في مناطق عن عن مناطق تانية ولا بالنسبه بالنسبه للوحه دي؟ اه طبعا، لان يعني هي بتعتمد على الظل. انا متقل الحته اللي عند الشعر، فرايح وجاي بالخيوط تمام اكتر من مره في حته معينه، فبتلاقي ان في الحته دي غامقه، حته تانية لا بتلاقي الدنيا فاتحه مع الشكل كامل تشوفيها زي ما حضرتك شفتيها كده بالظبط. مبهره الصراحه، جميله. بتاخد وقت قد ايه مثلا لوحه زي دي؟ هي اللوحه زي دي مثلا اخذت لها تقريبا حوالي يعني تقريبا 7 ساعات 8 ساعات في الرينج ده. طبعا مش يعني 7 ساعات 8 ساعات صافي، اوكي يعني ممكن يعني. اه ممكن تشتغليها في يومين حسب الوقت اللي انا بشوفه متاح. و طب ما فكرتش تدخل تعمل معارض؟ طلعت كده كام مره يعني اوبن دايز، بس انا مينلي شغال من البيت اكتر يعني. الحاجات ديت انا عامل بيج، البيج دي اسمها كرافت واي، بحط عليها كل اللوحات بتاعتي والحاجات بتاعتي. وبدات بقى ان انا ابيع عليها الـ يعني البرودكت بتاعتي. هل عليها اقبال الفن ده؟ اه جدا. هو الفكره في ايه؟ الفكره انه انا سمعت كومنت بيتكرر كتير ان الناس بتعجب بالحاجه لكن مش عارفه ان دي سترينج ارت. يعني هقول لك ايه، من يعني مثلا ممكن اعمل لوجو قناه مثلا، لوجو عياده، يا جماعه ده خيط عادي، خيط بيشوفوا الصوره بيفتكروها مثلا بنستخدمه نخيط بيه الحاجات. ده نفس خيط الهدوم نفس النوع؟ لا، في حاجات بستخدم اللوحه بتاعت محمد صلاح دي، لان فيها خيوط رايحه جايه كتير، فلازم اختار خيط رفيع قوي. وده خيط قطن اسمه كوتن برلي. طبعا حسب برضو يعني سمك الخيط حسب المساحه اللي انا بملى فيها. يعني مثلا عندي لوحه فيها خريطه العالم دي كانت تقريبا كنت عاملها تقريبا متر في متر في 60، فانا عندي مساحات كبيره. المساحات الكبيره دي مش هينفع تستخدمي فيها خيط صغير، لازم يبقى خيط مليان شويه، خيط يعني سمكه تخين شويه عشان تقدري انك تملي مساحه كبيره يعني. فكل حاجه طبعا ليها الحاجه بتاعتها، وطرق الفيلنج برضو طرق ملي المساحات دي بتختلف. يعني في حاجات بتبقى ماشيه عشوائيه، هي يعني طبعا مش بتبقى عشوائي، هي بتبقى عشوائي منظم. يعني ما بقاش في حته مثلا زياده، حته ناقصه، تبقى حته فاتحه حته غامقه. وفي حاجات بتبقى منظمه زيك اللي هي الملونه. انا عارف انا رايح عدد فيها عدد معين رايح جاي، وبيتكرر بنفس السيكونس بالظبط يعني. هنا في لوحه محمد صلاح المسامير بس بره، صح؟ مفيش مسامير جوه بالظبط؟ لا دي دي هنا المسامير انت محدد الرسمه بيها بالظبط. كل حاجه لكن طبعا دي لا، كل حاجه ليها الطريقه بتاعتها. يعني ديت بتعتمد على ان انا بحط عدد مسامير معين على حسب مساحه ال احنا كمان معانا حاجات على الفيديو بالظبط، كل ده حاجات مختلفه يعني بالظبط. وبعدين بدخل حاجات زياده مع التابلو. زي ايه؟ زي مثلا التابلو ده مثلا حاطط فيه حبال، في حاجات بحط فيها ورد. يعني ممكن اعمل تابلو فازه باسم حد مثلا، وبحط جواه ورد صناعي. هتلاقيه برضو من الحاجات المعروضه. يعني التابلو الجيومتريك ده اللي هو الملون ده بيسموه الجيومتريك، او اللي هي النجمه دي. ممكن افتح فتحه في النص كده واحط ساعه، ففي حاجات كده بحطها اكسترا. ممكن استخدم خشب ليزر، تقطيع الليزر. في بعض الحاجات كده بيبقى فيها حروف صغيره كده مكتوبه، بتتقطع بمكنه الليزر، بيبقى خشب صغير كده 2 مللي. عايز حرف مثلا، عايز كلمه معينه، ففي مثلا حد ممكن يطلب حاجه تكون سترينج ارت، خيوط ومسامير ومعاها حاجه اكسترا مثلا، معاها الليزر. زي تابلو الاهلي كنت وريته لحضرتك في الاول. بس الاساسي المسامير والخيط عشان يبقى اسمه سترينج ارت بالظبط. الاساسي المسامير والخيط. انا الحقيقه مبهوره جدا بلوحاتك، جميله جدا. بتمنى لك التوفيق. يعني زي ما قلت بشكرك يا منى جدا. ميرسي لحضرتك، شكرا على مشاركتك معك شباب على الهواء. زي ما قلت وزي ما بقول دايما، احنا دايما بنستضيف نماذج مشرقه ومشرفه من الشباب المصري، دايما بيكون معانا من خلال برنامج شباب على الهواء. بشكركم والى اللقاء غدا ان شاء الله، وحلقه جديده من برنامج شباب على الهواء.